طيب دي كانت الاجواء في معسكر النادي الاهلي ومقر اقامه الفريق الاول لكره القدم، وكمان خدنا فكره عن الاجواء داخل نادي اهلي الجزيره. تعالوا بقى نروح لمقر جريده اليوم السابع مع الزميله العزيزه مريم سميح مراسله قناه النادي الاهلي عشان نعرف من خلال لقائنا بيها اخر الاخبار والمستجدات واهم العناوين الموجوده في كل الصحف والمواقع المتخصصه في الرياضه محليا وعالميا. صباح الفل عليك يا مريم وانطلقي اتفضلي. صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهاوند، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. النهارده لحد طبعا بداية الأسبوع، الحقيقة إن هو بداية أسبوع حافل بعدد كبير جدا من الأخبار الرياضية على جميع المستويات، سواء المستوى المحلي أو العالمي أو العربي. ولكن بدايتنا طبعا من موقع اليوم السابع، جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي والمقاولين ونور الدين للاتحاد والطلائع. أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراتين اليوم اللي هيقاموا ضمن طبعا بطولة الدوري الممتاز، الأهلي ضد المقاولين العرب وكمان اتحاد ضد طلائع الجيش. طبعا اختارت اللجنة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين لمباراة الاتحاد وطلائع الجيش كحكم ساحة، هاني خيري مساعد أول، ومصطفى عطية مساعد ثاني، محمد عبد النبي حكم رابع، ومحمد عباس قبيل حكم فيديو، ومصطفى الشوزي مساعد حكم فيديو. أما بالنسبة لمباراة الأهلي مع المقاولين العرب، هيكون أو أسندتها لجنة الحكام الرئيسية إلى جهاد جريشة حكم ساحة، وأسامة السيد مساعد أول، وأحمد نوفل مساعد ثاني، وعمر عبد الفتاح حكم رابع، وصبحي العمراوي حكم فيديو، وسعيد حمزة مساعد حكم فيديو. أما من بوابة الأهرام الإلكترونية، الأهرامات بتستقبل رالي مصر الدولي للدرجات 14 نوفمبر. أعلن إبراهيم فريد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للدرجات النارية عن انطلاق رالي مصر الدوري يوم 14 نوفمبر المقبل تحت سفح الأهرامات إن شاء الله. ده طبعا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللي طبعا أعلن لجميع المواقع الصحفية والصحف طبعا المصرية عن إن هو هيقدم بدوره كوزير الشباب والرياضة كامل الدعم لهذه المسابقة، خاصة ان هي بتقام تحت سفح الاهرامات. كمان قال ان هو هيدعم المسابقة دي بشكل كامل علشان يكون في نجاح للمسابقة اللي هيشارك فيها ابطال مصريون وكمان دول عربية واوروبية. اعلن الدكتور اشرف صبحي كمان ان يعني الرالي المصري بدعم الدولة لهذه المسابقة او هذه المسابقات الصحراوية اللي من شأنها رفع اسم مصر عاليا طبعا، خاصة ان هي بتقام تحت سفح الاهرامات، وده بيشجع على السياحة الرياضية المصرية طبعا، وعشان كده هم اختاروا سفح الأهرامات. وكمان قال انه بيدعم السياحة او اقامة مثل هذه المسابقات بتدعم السياحة مش بس رياضية ولكن السياحة المصرية بشكل عام. من موقع سوبر كورة، حسام البدري بيرفض ضم 4 حراس مرمى لمعسكر المنتخب أمام توجو. طبعا قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري الاكتفاء بثلاث حراس مرمى فقط، ده طبعا في المعسكر المقبل للفراعنة في الفترة من 9 وإلى 17 نوفمبر المقبل اللي هيتخلله مبارتين طبعا أمام منتخب توجو في الجولة الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كاميرون 2022. وكمان هو حسام البدري أكد أنه هو بيرى أن ثلاث يعني حراس مرمى في هذه الجولة يعني كافي جدا بالنسبة له، خاصة أنه حسم بشكل كبير جدا الحراس اللي هيشاركوا في المنتخب في مباراتي توجو. طبعا أعلن حسام البدري الاستقرار بشكل رسمي على محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومحمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، لان طبعا قال ان هم قدموا مستوى رائع خلال الموسم الجاري. وكمان دلوقتي هو يعني في عمليه الاستقرار على حارس المرمى الثالث اللي طبعا هيتم الاختيار ما بين ثلاثه، اولهم المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز، وكمان عامر حارس مرمى الانتاج الحربي، واخيرا محمود جاد حارس مرمى ام بي.
طبعا النهاردة صباحا صباح يوم الأحد طبعا من مساء السبت كل المواقع الصحفية العالمية والعربية تداولت رد نادي ليفربول الإنجليزي على خبر إصابة نجمنا نجم المنتخب المصري ونجم ليفربول بإصابته بفيروس كورونا. طبعا يعني كل المواقع حاولت أن هي تتواصل مع نادي ليفربول، وكان الرد طبعا يعني من في رد رسمي من مات مكان مدير المركز الإعلامي للنادي الإنجليزي اللي أكد بشكل مقتضب إحنا ما بنردش على شائعات تويتر، خاصة إن خلال الفترة الماضية يعني أو هم تعودوا إن بيطلع من حسابات كتيرة جدا غير موثقة على الموقع الرسمي لتويتر حاجات كتيرة جدا بتطلع شائعات، ولا شائعة فيهم طلعت صحيحة خلال الفترة الماضية. ده اللي طبعا أكدوا مكان، وكمان قال إن في بروتوكول ماشي عليه نادي ليفربول بشكل يعني رسمي، إنه أول ما بيبقى فيه إصابة ضمن صفوف الفريق بيتم الإعلان عن هذه الإصابات زي ما حصل طبعا في حالتين تياجو وماني. ولكن طبعا كل المواقع يمكن طلعت هذا الخبر عن أو الشائعة عن نجم طبعا المنتخب المصري وليفربول محمد صلاح، نظرا طبعا يعني لأنه هو اختلط بماني وتياجو خلال الأيام الماضية، ولكن حتى الآن لم يصدر أي شأن أو بيان رسمي من نادي ليفربول بشأن إصابة محمد صلاح. محمد صلاح على الجانب الآخر رد بطريقته، نزل طبعا صورة على حسابه الرسمي على إنستغرام وهو بيعلن عن يعني إعلان عن إحدى شركات المحمول، وطبعا ما فيش أي حاجة. وكمان عدة مواقع تواصلت مع أهل محمد صلاح ولم يتم برضو تأكيد خبر إصابته بكورونا. طبعا احنا نأمل ان نجمنا نجم المنتخب المصري وابننا المصري يعني نجم الفراعنة ان هو يقوم بسلامة ان شاء الله، وان هو الخبر ده يكون طبعا خطأ. أخيرا عايزين نفكر مشاهدينا النهاردة بجدول أبرز مباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي والإسباني وكمان الإيطالي وكمان الدوري المصري. أخيرا عندنا في الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ضد توتنهام، ليفربول ضد أستون فيلا، وفي الدوري الإسباني ريال مدريد ضد ليفانتي وبرشلونة ضد إشبيلية، وفي الدوري الإيطالي يوفنتوس ضد نابولي، وأخيرا بالنسبة للدوري المصري طبعا زي ما احنا عارفين الاتحاد السكندري ضد طلائع مع طلائع الجيش في 5:30 مساء، والنادي الأهلي النهاردة هيخوض أول مباراة تحت قيادة بيتسو موسيماني طبعا ضد المقاولين العرب في تمام الساعة 8 مساء. دي جولة حول أبرز الأخبار العالمية والمحلية وكمان أبرز أخبار النادي الأهلي من مقر طبعا جريدة اليوم السابع. بشكركم جدا، عودة الاستوديو مرة أخرى.